السلام عليكم متتبعينا، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على قناتي. غادي نشارك معكم الطريقه ديال ملوي ناجحه جدا وسريعه من طبيعه الحال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وقبل ما ندوزوا ان شاء الله الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وديروا لايك باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد كنحطو. ندوز ان شاء الله المقادير بلا ما نطوي عليكم والطريقه ديال التحضير. خليكم معنا وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير بسيطه وسهله. عندي دقيق ديال الفورس اولا الطحين ديال الفورس وطحين ديال الفينو، معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه اولا نص معلقه كبيره، ومعلقه ديال السكر والماء دافي باش نعجن العجين ديالي. بالنسبه للي يدو ثقيله شويه كيدير غير النص ديال معلقه صغيره ديال الخميره. نبداو ان شاء الله على بركه الله، ندير الطحين ديالي الفورس وندير عليه المقادير الاخرى ونبدا ان شاء الله في العجين. ونبدا ان شاء الله نجمع العجين ديالي بالمدافي. وكندلكو مزيان، كنجمع العجين وكندلكها مزيان مزيان مزيان. بالنسبه اللي عنده العجان راه كيجي الموضوع سهل شويه، ما كيحتاجش مجهود بزاف. من بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان كندهنها بالزيت وكنغطيها ببلاستيك غذائي وكنخليها واحد ثلث ساعه تقريبا ترتاح مزيان. وها نتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير ملي ارتاحت مزيان. صافي دابا نبدا نكورها كما القاعده، والطريقه غنوضحها لكم في الفيديو. نتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجيكم سهله ويجيكم الملوي ناجح ويجي بحال ديال المحترفين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. ومن بعد ما كورت العجين ديالي انا درتهم كبار باش نربح شويه الوقت. بالنسبه للتورق عندي الزبده كما العاده والزيت والطحين باش غنرش العجين. كنبدا بالطريقه العاديه، كنسرح العجين كندير عليه الزبده ونرش عليه شويه ديال الطحين صافي وكنجمعو.
حلو كيجي رائع مورق وطيب مزيان. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا لكم على المتابعة ديالكم، والى اللقاء.